السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان متابعين أوفياء للقناة ديالكم قناة مشاريع أكادير، وأنا نتبشر معكم اليوم تاني إن شاء الله وبحول الله. انطلقنا من هنا أمام مسجد لبنان العريق الذي يعود تأسيسه لسنة 1969. غادي ندوزو ان شاء الله دابا على شارع الجيش الملكي بحول الله. واليوم يوم الخوت، اليوم ال 11 مارس 2024، اليوم هو اول ايام العطلة بالنسبة للتلاميذ والتلميذات ديال التعليم العمومي الخصوصي، من تعليم ابتدائي والإعدادي والثانوي. فرصة للاستراحة والالتقاط الأنفاس والاستعداد من أجل ولوج غمار الدورة الثانية، ورغم الإضرابات التي عطلت الموسم الدراسي، ولكن الاستعداد يستحق العمل ديالهم بنظام وانتظام من أجل تأدية الواجب الوطني، وهو واجب سامي اللي هو تعليم الأجيال المقبلة، لأن الأساس للنجاح ديال أي أمة هو التعليم. إن شاء الله وبحول الله في هذا الفيديو هذا الهدف ديالنا هو ندوزو على المسار ديال مشروعين هامين لأعطى انطلاقتهما على سلطة في البلاد اللي هو الملك محمد السادس في 4 فبراير 2020، ضمن برنامج ملكي طموح مليء بالأوراش الكبرى. المشروع الأول اللي غادي ندوزو فيه دابا هو دابا في الجنرال الثاني، اللي هو مشروع الحافلات العالية الجودة اللي هي تعرف اختصارا بالبي اشينيس. والبي اشينيس الخوت هو الاختصار ديال البيس اوني فود سيرفيس. الساكنة ديال مدينة اكادير كانت تطمح الى تراموي، ولكن البي اشينيس افضل من الباصات العادية لسبب بسيط، هو انه كيمشي في مسار ديالو خاص وما كيقلقو حتى واحد، اذا ما غاديش يكون كيتعطل. كونفورتابل، كيعطي الاهميه للنساء، لان كاين واحد البرنامج غادي ديرو اكادير موبيليتي اللي هي الشركه المكلفه بهذا المشروع من اجل المساواه بين الجنسين. مخصصين 1 مليون درهم، يلا قريت الارتيكل مؤخرا اليوم، انا قريت الارتيكل. هذا الخط ديال البي اشينيس حسب المعلومات الرسمية الواردة في وسائل الإعلام، الطول ديالو هو 15.5 كيلومتر، ويربط الشطر الأول. ما فهمتش أنا علاش بان كيكلاكسون وعندي دابا أنا عندي سميتو، عندي اش كيقول لي، خصني الانتباه، ماشي مشكل. قلت لك المهم هادي خمزات لينا كاع المعلومات. المرأة هادي المرأة اللي كتكلاكسون، حنا يلاه هضرنا دابا على المساواة بين الجنسين. المهم ماشي مشكل، ليست كل النساء بحال هكا متعصبات. المهم قلنا بأن هاد الخط هذا الطول ديالو هو 15.5 كيلومتر، ويربط ما بين ميناء مدينة أكادير وحي تيكيوين بالضبط. الحجم ديال تيكيوين، يمر على شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني وجنرال الثاني وشارع عبد الرحيم بوعبيد وسوق الحد وشارع الحسن الاول بالداخله والكليات وحي الهدى. ومن حي الهدى كيدوز التسيله، ومن التسيله كيدوز التيكيوين اساكا، وكيسالي في الحجم، يعني هو
وهذا. وكاينه دراسه ديال الشطر الثاني والثالث ايتيد فيزابيليتي. نتمنى ان شاء الله ان بي اش ان اس الى بدا ان شاء الله يستافدوا منه مجموعه من المواطنين والمواطنات اللي ما عندهمش القدره انهم يكون عندهم وسيله نقل خاصه. وكاين كاع اللي غادي تكون عنده السياره الخاصه وغادي يحطها وغادي يفضل بي اش ان اس. واخا حنا قلنا كنتمنوا التراموي ولكن قدر الله وما شاء فعل. هو هذا نهايه الفيديو الاول. الفيديو الثاني الخوت غادي نخصوه الاهم مشروع في المدينه اللي هو مشروع ديال ما يعرف بطريق السريع الحضاري. تابعوا معنا الفيديو الثالث.